تحدث لنا عن طبيعة العمل الذي تقوم به خلية الدعم النفسي لمساعدة ضحايا زلزال الحوز. إذن بالنسبة لخلية الدعم النفسي بكلية علوم التربية، هي خلية ماشي وليدة غير زلزال، كانت يعني منذ كوفيد تقريبا الأزمة اللي مر منها العالم، فكانت تأسست هذه الخلية تحت الإشراف ديال السيد عميد الكلية، واللي قدمت مجموعة من الخدمات عن بعد. ثم فيما بعد تحولت الخلية اللي كتصارع على تتبع الطلبة داخل الكلية والعاملين بالكلية أيضا. مباشرة بعد الزلزال تم تفكير فأننا نقوم بزيارة الأماكن المنكوبة، وفعلا يعني تمت هذه الزيارة، وتم توفير جميع المتطلبات اللوجستيكية والمادية من طرف الكلية. وهنا كنشكر السيد العميد على الانخراط ديالو ولا مشروط الدعم ديالو دائما للخلية. لذلك الخلية قامت بهذه المبادرة لزيارة تلك المناطق والاطلاع عن كتب على الظروف النفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال والشباب والأسر أيضا بالمناطق المنكوبة. ما هي طبيعة الأمراض والاضطرابات والآثار النفسية التي خلفها زلزال الحوز؟ هو طبيعيا فاش كتكون شي كارثة أو فاجعة طبيعية، فكنعرفوا بأن الهلع والخوف كيكون حاضر بقوة، وبالتالي هذا كيثير واحد المجموعة ديال ردود أفعال نفسية عاطفية ومعرفية، كتجلى في واحد المجموعة ديال الأفكار اللي كتكون عند الأشخاص اللي عايشوا هذاك الحدث. وبالتالي فكل كارثة طبيعية إلا وكتكون عندها آثار، وأغلب يعني الصعوبات كتجلى فيما يعرف باضطرابات ديال ضغط ما بعد الصدمة، وإن كان هذا ماشي بشكل يعني تشخيصي، ولكن فاش كنلاحظوا هذه الملاحظات الإكلينيكية على عموم المواطنين كنعرفوا بأن هذه الصعوبات مع الوقت غادي تطور إلى ربما اضطرابات. لذلك فهاد اللحظة ديال الزلزال ممكن أنها تفجر اضطرابات نفسية، أو ممكن أنها تفاقم الوضع عند الأشخاص اللي كيعانيوا اضطرابات نفسية. لذلك فالتأثير كيكون بليغ على المستوى الجسدي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الانفعالي العاطفي ديال الناس. لذلك نلاحظوا أنه كيوليو يعني سريعي الغضب، كيولي عندهم استثارة انفعالية كبيرة، كيولي عنده ضغط وأفكار وكوابيس ليلية كيعيشها الأطفال، كيمكن يظهر عند الأطفال أيضا تبول لا إرادي، كيمكن يظهر عندهم أيضا مشكلات على مستوى النطق، كيمكن يظهر عندهم صعوبات ديال خصوصا على مستوى النفسي والحركي، هلع، خوف، قلق واكتئاب أيضا. لذلك فالأشخاص أو الناس اللي كيكونوا معرضين للكوارث الطبيعية كيعانيوا هذه الصعوبات، وحسب يعني المراحل النمائية، لأن الناس الكبار مثلا كيكونوا عندهم صعوبات مختلفة عن الأطفال، والنساء أيضا كيتكون عندهم صعوبات، وإن كان فكلهم كيشاركوا في الاضطرابات المعروفة بصعوبات المرتبطة باضطراب ما بعد أو ضغط ما بعد الصدمة. من هم الفئة الأكثر تعرضاً للتأثيرات والاضطرابات النفسية الناتجة من جراء هذا الزلزال؟ إذن بالنسبة لهذه الصعوبات النفسية حقيقة يعني موجودة بشكل كبير عند الأطفال وعند جميع الفئات بما فيهم كبار السن أيضاً والأشخاص في وضعية إعاقة، لأن في الكوارث الطبيعية كنعرفوا بأنه كل مناحي الحياة كتوقف، وبالتالي كتضطرب واحد المجموعة ديال الوظائف أساسية وحيوية، منها النوم، منها الشهية، منها عدم استطاعة يعني أن الشخص يدخل في الدورة ديال النوم. كنشوفوا بأن كتكون عندهم ردود فعل جسدية أثناء النوم. لذلك فخلال الكارثة الطبيعية لاحظنا احنا وعيننا في عين المكان هذه الصعوبات كلها، يعني لأنه كاين أطفال اللي ما قدروش ينعسوا، كاين شباب أيضا وشابات اللي فاش كيجي الليل كيحس بالخوف، لأن خصوصا أن الحدث وقع ليلا، يعني فاش كيوقع الحدث ليلا كيبقى عنده ذاك الارتباط، لأن الذاكرة كتخزنوا في ديك اللحظة وكتوقف عنده، وبالتالي كيبقى يثير صعوبات ومشاكل. والناس الأكثر تضررا هم الناس اللي كتكون عندهم هشاشة
أكثرها ساشا نفسية واجتماعية، وحنا كنعرفوا اجتماعية بأن المنطقة وعرة وبأن فيها ظروف صعبة شيئا ما، بالتالي فالزلزال كيزيد يعمق أكثر، بالتالي فالكبار السن أيضا كيعانيوا من صعوبات كبيرة جدا من بعد الزلزال، وشاهدنا كبار السن احيانا كيعبروا على التقبل ديال الوضع وما حدث، ولكن في هذاك الاعلان على التقبل فيه نوع من الانكار لما وقع ولما حدث، لان حنا كنعرفوا بان هناك صيروره نفسيه كيمر منها اي انسان ديال كيفاش كيتقبل الحدث، كيفاش كينكر الحدث، وكيفاش كيبدا يدير مقاومه لهذاك الحدث، ثم فيما بعد عاد كيمكن يستطيع انه يتكيف مع 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 شنو جرى. لذلك ففي اللحظات الاولى كانت هذه الصعوبات، واحسن شيء هو ذاك التدخل المباشر. لذلك فالجميل هو انه كانت التفاته تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله، وكانت يعني تحرك فوري، وهذاك التحرك الفوري كيخلي للناس انهم يحسوا بالامان والاطمئنان، لان فقدان المنزل، فقدان البيت، فقدان الامان كيعطي للشخص انطباع بانه اصبح عاريا واصبح في الشارع. بالتالي الالتفاف حول الضحايا ديال الزلزال وتقديم المساعدات وتعبير كل المغاربه بجميع الاطياف ديالهم والمؤسسات ايضا ومن بينهم كليه علوم التربيه بالانخراط الى جانبهم في هذه الازمه ومساعدتهم، هذا كله كيخفف وكيخلي ديك الصيروره اللي كيقطعها الانسان ديال التفهم والتكيف مع الحدث كتمر بسرعه وبهدوء. لذلك فلاحظنا بان الناس كيعبروا على هذا الارتياح وكيعبروا على الحجم ديال الدفء اللي حسوا به من طرف المغاربه، وهذا كيخفف على من الجانب النفسي ايضا، وان كان هذا لا يعني بانه فعلا ممكن يتجاوز الصعوبات، لانه ضروري خاص تدخل تقنيات وطرق ديال المعالجين النفسانيين اللي ممكن يقدموا خدمات ديال الدعم النفسي واللي يتم التفكير فيه بشكل مستمر. كيف يمكن مواكبة نفسياً ضحايا هذا الزلزال على المدى الطويل؟ بالفعل بالنسبة لهذا السؤال مهم جدا، لأن ما يمكنناش نفكروا في الزلزال غير دابا بشكل فوري آني، ولكن لابد من التفكير في خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى. بالتالي لابد من التفكير، يعني وحنا كخلية ديال الدعم النفسي كنفكروا في يعني توفير هذا الدعم بشكل مستمر عن طريق يعني ارسال بعثات من الباحثين اللي هما مسجلين بكليه علوم التربيه لتقديم هذه الخدمات تحت دائما اشراف الخليه ديال الدعم النفسي. لماذا؟ لان الجانب النفسي مهم جدا في النمو، وخصوصا بالنسبه للاطفال، لذلك حتى تواجدهم بالمدارس وهذا كان مطلب اساسي، حيث لما تمش ادخال الاطفال المدارس غيبقاو عرضه دائما للتفكير الاجتماعي السلبي حول الاجتراري حول ما وقع، وهذا كيزيد يكرس عندهم نوع من الخوف، نوع من الهلع، نوع من عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار. لذلك فالاجراءات اللي اتخذت على مستوى التربيه الوطنيه بتنقيل بعض التلاميذ واحداث مدارس واقسام ميدانيه، هذا كله الاجراء مهم جدا، دعم يعني تربوي في محله وفي مكانه، ويجب انه يتصاحب بدعم نفسي من طرف خبراء، وفي نفس الوقت تكوين وتأهيل الأطر ديال الدعم النفسي في مجال الإسعافات الأولية، وتمكينهم من دلائل للكلية في علوم التربية لديها دلائل يعني في مجال الدعم النفسي في الكوارث الطبيعية، أو عندها دلائل مرتبطة بمهارات الحياة المهارات الحياتية وتطويرها لدى الشباب ولدى الأطفال، وأيضا توفير طرق الدعم النفسي، لأن العلاج النفسي فيه مجموعة من التقنيات التي يخبرها سواء الأطباء النفسانيين الذين يشتغلون من داخل المقاربة الطب النفسية، أو بالنسبة لعلماء النفس الإكلينيكي اللي كيشتغلوا أيضا بطرق غير دوائية وكيقدموا خدمات موازية، وهذه الخدمات الموازية يجب أن تتوفر اليوم وفق برنامج وفق دليل أو دلائل معتمدة تظهر عليها جهات أكاديمية حتى يتم توجيه المسار النمائي للأطفال بشكل جيد. بالإضافة لأن هاد الناس اللي تعرضوا للضغوط النفسية المرتبطة بالكارثة خصهم يعني تكفل نفسي، ويتم تنفيذ جلسات جماعية حوارية تسمح لهم بالتفريغ العاطفي وتسمح لهم بالتعبير عن هذه الصعوبات والتفكير في كيفية تجاوزها من أجل بناء الإنسان، لأن
من بعد هذه الكارثة نحن أمام ورش كبير جدا على المستوى بعيد المدى، خصوصا الأطر التربوية والأطر الصحية والأطر في مجالات أخرى كالأمن والجيش وما إلى ذلك. إذن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والتفكير في أن ما نحتاجه اليوم آني، ولكن لابد من التفكير في خطة مستقبلية لتوفير العلاجات والتدخلات النفسية الأولية لعموم المواطنين الذين يعني أثرت عليهم هذه الكارثة الطبيعية. هل هناك تنسيق مع باقي المتدخلين في هذا المجال لمواكبة العدد الكبير لضحايا هذا الزلزال؟ نعم، بالنسبة للتنسيق أكيد أنه موجود، لأنه منذ انطلاق يعني إعطاء انطلاق الخلية من كلية علوم التربية عمل السيد عميد الكلية على توفير يعني كل التنسيق والدعم للخلية، خصوصا أنه تم التنسيق مع أجهزة الداخلية، مع الأكاديمية التعليمية، مع مديرية الأقاليم المنكوبة، وبالتالي يتم التفكير في تنسيق أشمل وأعم. بالتالي كانت الأرضية يعني مهيئة للخلية للقيام بعملية من خلال هذا التنسيق. بالتالي ومن هنا نوجه شكر يعني مباشر لكاع يعني المسؤولين بالإقليم يعني الحوز الذين تعاملوا معنا وبإقليم شيشاوة، خصوصا أنهم يعني سهلوا مأمورية الخلية، وكانت النتائج مهمة جدا خصوصا في النشاط الأنشطة التي قدمها فريق الخلية. فيما يخص يعني التفكير على مستوى التنسيق بعيد المدى، أكيد أن خلية الدعم النفسي بكلية علوم التربية بصدد تنسيق مع منظمة دولية، منظمة لها تجربة في الإغاثة وتقديم الخدمات في الداخل خلال الأزمات، بالإضافة إلى أن هناك تنسيق أيضا مع كل المؤسسات وخصوصا مؤسسات التعاون الوطني ومؤسسات المنتمية للقطاعات الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والصحة، لأن الدعم النفسي يجب أن يكون مستمرا، وهذا التنسيق سيخلق نوع من تجويد هذه الخدمات والسماح للمتدخلين بأن يصلوا إلى الأماكن التي تحتاج إلى الدعم النفسي ميدانيا. كلمة أخيرة في الأخير، يعني أجدد شكري لكل أعضاء الخلية ومشاركتهم يعني الإنسانية التطوعية في هذه المبادرة التي أطلقتها كلية علوم التربية، وهذا العمل الذي أسسنا له أصبح تجربة تنمو عن أن الجامعة وكلية علوم التربية منخرطة في كل القضايا الاجتماعية. هذا الانخراط اللامشروط والفوري والآني، حيث أن هذه الفورية والآنية التي تتميز بها كلية علوم التربية وخلية الدعم النفسي تسمح لنا بأن نقول بأن هذه التجربة بصدد النضج، والآن نحن بصدد ترصيد التجربة الأولى خلال الدعم النفسي المقدم لعموم المواطنين عن بعد، ثم الآن ترصيد هذه التجربة التي سمحت الظروف بأن نكون حاضرين فيها من أجل إعداد دلائل وتوفير تكوينات مستمرة داخل كلية علوم التربية لكل المهنيين الذين يريدون أن يواكبوا المواطنين وأن يقدموا لهم خدمات الدعم النفسي.